وزير المالية يرفع سقف التحدي مع الكتلة الصدرية ويطالب بجلسة خاصة للتصويت على تجديد الثقة، والزاملي يقدم طلبا رسميا لمنعه من السفر. الديمقراطي الكردستاني يعلن دخوله جلسة اختيار الرئيس بمرشحين اثنين، والإطار التنسيقي يستبعد تمرير أي منهما. بعد تهجيرهم بظروف غامضة، حقوق الإنسان تدعو لإنهاء معاناة نازحي المقدادية وتؤكد يمرون بظروف عصيبة. تتابعون في النشرة أيضا، بعد أن تحولت لركام أبان سيطرة العصابات الإرهابية، جامعة الموصل تعيد افتتاح مكتبتها، والقاضي زيدان يفتتح مبنى محكمة استئناف نينوى الاتحادية. نبدأها من تطورات السجال الناري بين الكتلة الصدرية ووزير المالية علي علاوي، حيث وجه مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي كتابا رسميا إلى الإدعاء العام يطلب فيه منع وزير المالية علي علاوي من السفر. وثيقة حصلت عليها الرابعة ذكرت أن الزاملي برر طلبه بوجود مخالفات مالية ارتكبها علاوي، وعليه فإن السماح له بالسفر قد يعرقل عملية تقصي تلك المخالفات ومحاسبة المتورطين فيها. وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي قد دعا في وقت سابق وزارة الداخلية والجهات المعنية بمنع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي من السفر خارج العراق. وقال الزاملي خلال جلسة البرلمان التداولية أن البرلمان يحمل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية السفر الوزير لحين إكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والإدلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه. الأخوة المقررين يثبتون أنه يصدر كتاب لمنع السفر على وزير المالية، وأحمل وزارة الداخلية والمخابرات المتواجدين في المطار أنه لحين إكمال متطلبات الحضور إلى مجلس النواب والإدلاء أو الإجابة على الأسئلة وحسم الملفات اللي كانت عند النائب علي نصيف او الملفات المتواجده عندنا، بعد ذلك من حقه ذاك بني ما عندنا شيء، يريد يستقيل يريد يبقى ما عندنا شيء، لكن انه خلال فتره ومثل ما طلع ايهام السامر راي وطلع ما ادري شو اسمه وزاره التجاره وطلع فلان وتالي ما قبضنا شيء، مو اي واحد يجي منظمه المجتمع المدني تجي تجبئ فلوس وتحصل امتيازات وتاخذ ثلاث وزارات وتاليتها ما نقبض منك شيء. فأحمل وزارة الداخلية والمخابرات بالمطارات بمنع السفر وإن كان يحمل جواز بريطاني أو جواز عراقي. ما يطلع إذا ما تكمل هذه الملفات ويمتثل بالحضور إلى مجلس النواب. مجلس النواب هذه الدورة يختلف عن الدورات السابقة. الزاملي أشار أيضا إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الأسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائبا لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر صرف الدولار. هذه الطلبات راح تكون جلسة الآن، مثل من يدعي أنه ما يجي أمام البرلمان أو ما يجي أمام حاكم الزاملي، حاكم الزاملي ما يمثل نفسي، أمثلاني نائب أول لمجلس النواب العراقي والآن رئيس مجلس النواب لأنه رئيس خارج العراق، وطلبات جتني وقبلتها من 50 نائب على استضافة وزير المالية ومحافظ البنك، وكذلك الآن 50 طلب لعقد جلسة طارئة لمناقشة سعر الصرف وتهريب العملة والفواتير المزورة والسياسة المالية الخاطئة لوزير المالية، ولذلك مضطر أن تكون جلسة في هذا الأسبوع. جاني كتاب بس ممكن نعرف شنو الكتاب سيادة الرئيس؟ والله كتاب محرج، لأن خليني أحكي حكيت اللي بقلبي، وإحنا ذولا الشروقية نحكي ها؟ إنه بعد يوم مباشر. الله
يسلم قلبك ان شاء الله. السيد النائب الاول رئيس مجلس النواب المحترم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اود ان ابلغ نائب رئيس مجلس النواب المحترم بانني غير قادر على تلبيه طلب لحضور اجتماع مع البرلمان اليوم في مثل هذه المهمة القصيرة وفي ظل هذه الظروف. كما تعلمون سأطلب من رئيس مجلس النواب رسميا عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الثقة عليك وزير في تلك الجلسة. طلبت السماح لي باللقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف، سأكون دائما على استعداد للتعامل. هذا وأعلن وزير المالية علي علاوي أنه سيطلب من البرلمان عقد جلسة للتصويت على الثقة عليه. علاوي في كتاب رسمي أكد عدم قدرته على تلبية دعوة الاستضافة في مجلس النواب في الوقت الراهن نظرا لقصر المهلة الممنوحة له والظروف المحيطة بها. كما سيطلب من رئاسة المجلس السماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وأسعار الصرف قبل تصويت البرلمان على طرح الثقة عنه من عدمها. طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي البنك المركزي باتخاذ قرار يقضي بإعادة أسعار صرف الدولار إلى ما كانت عليه وفق آلية لا تسبب أضرار جديدة للمواطنين. المالكي في تغريدة له طالب بتخفيف معاناة الطبقات الفقيرة بعد أن تم تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، مشيرا إلى أن ائتلافه حين قاطع جلسة التصويت على موازنة العام الماضي كان يعي جيدا التأثيرات السلبية التي ستطال المشهد الاقتصادي جراء هذا التغيير. من جانبه علق النائب عن دولة القانون ثائر مخيف أن منع سفر وزير المالية علي علاوي يجب أن يكون صادرا من القضاء وليس من جهات سياسية. مخيف في تصريحات صحفية قال أن النائب الأول حاكم الزاملي هو من أعطى قرار استجواب علاوي وهو تحرك تشريعي ولا يحق له اتخاذه دون اللجوء إلى البرلمان بأكمله، معتبرا أن التيار الصدري لم يكن مع خفض سعر الدولار في دورته السابقة، وما يحدث اليوم يضع علامات استفهام كبيرة عليه بحسب قوله. من جانبه أكد القيادي في التيار الصدري جواد الشهيلي وجود من وصفهم بسماسرة تستجدي عدم استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي تحت قبة البرلمان. وقال الشهيلي في تغريدة أن وزير المالية من العوائل الأرستقراطية، لذلك هو لا يشعر بمعاناة العوائل الكادحة إن جاعت وإن شبعت. وتأتي هذه التغريدة بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأنباء رسالة لوزير المالية موجهة إلى الحكومة رافضا طلب استدعائه لمجلس النواب. النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي من جهته أكد أن رفض وزير المالية علي علاوي المثول أمام النائب الأول لرئيس البرلمان دستوري باعتبار الحكومة والوزراء مسؤولين أمام البرلمان وليس أمام الأشخاص. وقال الزيادي أن الدعوات والاستضافات لأي وزير من الحكومة يجب أن تكون وفق آليات دستورية، مبينا أنه كان على النائب الأول أن يقدم لائحة إلى أعضاء البرلمان للحصول على موافقة لكون مجلس النواب لم يستكمل اللجان المتخصصة، مؤكدا أن اللجان النيابية هي فقط من لديها الحق الدستوري بأن تستضيف وتستدعي أي مسؤول حكومي وفق اختصاصاتها. من جهته دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي القوى المتحالفة والمتصارعة إلى دعم استضافة وزير المالية محمد علاوي بشأن سعر صرف الدولار بعد دعوة الصدر وطلب هيئة رئاسة البرلمان. وصف السورجي تلك الخطوة بالجيدة لما لها من أهمية على مختلف الشرائح سواء الموظفين والشارع والمجتمع بصورة عامة. وتأتي هذه المطالب نظرا لتأثير سعر الصرف على الوضع الاقتصادي للبلاد ولا سيما الطبقات الفقيرة. لم تكد أن تمر ساعات معدودة على تغريدة الصدر حتى أطلق الوزير علي علاوي العنان لغضبه الذي ترجمه برسالة مطولة ليدخل المشهد العام في البلاد بأزمة مزدوجة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي تعصف بالبلاد. أحمد ليث معه بقية التفاصيل. لن أحضر لجلسة عقدت على أساس التغريدات ولن أكون أداة طيعة لفصيل سياسي،
هكذا رد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ببيانه الممتعض من تغريدة الصدر التي طالب فيها استدعائه بمعية محافظ البنك المركزي للوقوف على تفاصيل كثيرة تتعلق بسعر صرف الدولار والإدارة الاقتصادية التي تعمل بها وزارة المالية، لكن امتناعه عن الحضور لجلسة البرلمان نتج عنه إصدار مذكرة تمنعه من السفر لحين حضوره إلى الجلسة والإدلاء بشهادته تجاه ملفات عديدة. في الحقيقة وزير المالية من خلال توضيحه لموضوع الاستجواب أو الحضور، نعتقد يعتقد وزير المالية أنه هذا الموضوع فيه نوع من الاستهداف السياسي، فيفترض بالوزير، صحيح لديه تحفظ على طبيعة الاستجواب وطبيعة الاستضافة في موضوع التوقيت وموضوع الظروف اللي موجودة والظروف الحالية. التعامل وفق السياقات الدستورية لم يكن حاضرا قبل تغريدة الصدر التي وجه فيها باستجوابه وزير المالية بحسب مراقبين، وردة فعل البيان الذي تحدث فيه علي عبد الأمير علاوي عن عدم امتثاله للقرارات السياسية من أي طرف كانت. نسق ما تناوله الصدر على ما يبدو أنه لم يكن مقنعا لوزير المالية بشتى تفاصيله، حتى امتنع من الرضوخ بطريقة المواجهة خطابا بخطاب. هذا الرفض يحمل إجابات ويحمل إشارات أنه يعطي تصحيح لهذا المسار، أنه لا نتعود على هكذا أمور. لو وافق، أنا في تقديري يعني وزير المالية على الرضوخ والحضور سيعطي شرعنة لباقي الأحزاب. هناك قنوات في مجلس النواب تستطيع استضافة الوزير، أما استدعائه وكأنه متهم ويحال للتحقيق، هذه ليست عمل الدولة. الداء في الحكومة وبها الدواء هي اللغة الواضحة التي عمل على إيصالها وزير المالية في بيانه، بأن القرارات التشريعية تحتاج إلى مخاطبات رسمية في بداية الأمر لا تسبق بإلزام سياسي ورقي، كما وصف مراقبون مشهد تغريدة الصدر وتمرد علاوي عن الانصياع لقفص توجيهاته. أحمد ليث بغداد، الرابعة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي من داخل الاستوديو الخبير القانوني السيد صادق اللامي. أهلا بك سيد صادق في نشرة أخبار الرابعة. أهلا وسهلا بك مشاهدين قناتكم الموقرة. بداية سيد صادق، يعني هل كان إجراء طلب استضافة السيد علاوي داخل مجلس النواب قانونيا؟ نعم، بالنسبة الإجراءات اللي تحصل بخصوص استضافة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وأي من الشخصيات الحكومية، حقيقة الدستور رسم لها طريق قانوني لذلك. فإذا أجينا إلى اختصاصات مجلس النواب وفق المادة 61 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، في الفقرة الثانية من المادة 61 أعطى لمجلس النواب الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، فمن حق السيد رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب أن يوجهون استضافة أو استجواب أو استيضاح، لأن هذا الدستور رسم هذا الصلاحية وهذا الاختصاص. فإذا نجي للمادة 7 من المادة 61، يعني من حق 25 عضوا في مجلس النواب أن يقدمون ويستضيفون رئيس مجلس وزراء أو الوزير للاستيضاح ومناقشة موضوع عام، وهذا الاستيضاح والمناقشة في موضوع عام اللي يحدد الحضور هو أما رئيس مجلس وزراء أو الوزير المختص بذلك. بس عندنا الفقرة الأخرى من المادة 7، إذا صار الموضوع استجواب، فالموضوع الحضور إذا قدموا 25 عضوا في مجلس النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد السادة الوزراء لمحاسبتهم في شؤون تدخل ضمن اختصاص الوزارة، يعني فت خطأ معين، إهمال معين، مخالفة قانونية، من حق 25 عضو أن يقدمون طلب ويستجوبون الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، وهذا هم بمدة زمنية، لازم خلال تقديم الطلب أقل شيء في 7 أيام يلا يستدعى الوزير أو رئيس مجلس الوزراء للمناقشة في هذا الموضوع ومحاسبته عن الخطأ اللي مرتكب من قبلهم. فإحنا اليوم أمام حكومة مستقيلة، يعني وزراء مقالين مستقيلين بحكم
المادة 64 من الدستور. يعني مجلس النواب من حل نفسه صارت انتخابات عامة، فأصبح مجلس وزراء هو مجلس بحكم الدستور هو مجلس مستقيل، تصريف الأعمال، يعني تصريف الأعمال اليومية. نعم. فلذلك هسه هم ما من حق الوزير أن يمتنع من الحضور. نعم، هنا السؤال، السيد علاوي رفض الاستجابة لطلب الحضور، ما هي التداعيات القانونية؟ التداعيات القانونية مخالفة للدستور. يعني احنا عندنا موضوعين، موضوع استيضاح وما من حق أن يمتنع أن يحضر إلى مجلس النواب، بس لكن هو اللي يحدد الوقت اللي يحضر به. بس اكو موضوع اخر، فقره اخرى بالماده 7 من المواد 61 اللي تحدثنا عنها، موضوع الاستجواب. الاستجواب هم اذا صار يعني 25 نائب عضو في مجلس النواب قدموا، فيتحدد خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب يحضر رئيس مجلس الوزراء او اي وزير من وزاره او اي مسؤول في الدوله العراقيه، يعني لان الدستور رسم هذا الطريق. طيب. فبعد الاستجواب ممكن يصير تصويت للإقالة، والإقالة يصير بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. الأغلبية المطلقة المقصود بها النصف زائد واحد، يعني بعد ما أن يتقدم طلب منصير قناعة بالاستجواب، ماكو قناعة بأجوبة الوزير أو فيقدم طلب لإقالة. طيب، لكن الطلب لم يمر عليه 7 أيام، يعني ما هي التداعيات القانونية لهذا الطلب؟ بس هو ما من حقه يمتنع ولازم ينفذ، يعني نعم. هم إذا كان موضوع استجواب لازم الطلب من يتقدم إلى رئيس مجلس النواب خلال 7 أيام أقل شيء، يعني يستجوب الوزير يحضر إلى مجلس النواب. طيب، فبالحالتين بالحالتين ما يجوز أن الوزير يعلن امتناعه عن الحضور. بس هي النتيجة شنو؟ يعني هسه هم من يستجبوه أو يستوضحون منه، النتيجة شنو؟ إقالة. فهم هسه مستقالين، هو هي مجلس وزراء، هسه هو تصريف أعمال يومية. طيب، هنا تداخل 64. طيب، يعني هنا تداخل، كيف تحل هذه القضية قانونيا؟ يعني إذا كان بناء على الاستجواب ستكون الإقالة، طيب هم قانونيا كما تقول وتحت المهلة الدستورية هو مقال، يعني هو مقال، نعم، مستقيل. هسه وحتى طلبة دا أسمع هسه، يعني هو رد عليهم أنه أنا يحددون جلسة وأنا أطرح موضوع. نعم، طيب حدثني عن هذا الموضوع، موضوع الثقة، ماذا يقصد يعني بالتصويت على الثقة؟ على الثقة هذه المادة يعني 7، المادة 8 من المادة 61 من الدستور. حقيقة موضوع طرح الثقة يصير بناء على رغبة الوزير. وزير يجي يقول لك أنا فشلت في أداء مهامي وأطلب من مجلس النواب أن يقيني، يسحب الثقة من عندي. أو بناء على طلب يعني 25 نائب ويصير التصويت بالأغلبية المطلقة. فهو هذه الحالة هو مستقيل، هي الحكومة كلها، مجلس الوزراء هو تصريف أعمال يومية. فكل هذا اللي يعني حقيقة هاي الطلبات والنتيجة للإقالة، فالإقالة هو أصلا يعني مقال. طيب، قانونيا من الأصح، لا مجلس النواب ولا الوزير بهذه الحالة؟ لا، مجلس النواب من حقه يستدعيه قانونيا، مجلس النواب بس ما يصوت على إقالته واستقالته، هو لأنه هو بحكم المادة 64 هو مقال، يعني هي. طيب. حكومة تصريف أعمال ومحددة واجباتهم بموجب الدستور. يعني طيب، ألا يعلم علاوي بهذا الموضوع وهو يطلب الآن التصويت على الثقة؟ المشكلة إحنا الخرق بالدستور مستمر من 2005 ولحد الآن. يعني هسه السادة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ورئيس جمهورية، يعني موضوع الاتهام من يفصل به؟ تفصل به المحكمة الاتحادية العليا. نعم. استنادا للمادة 93 يقول تفصل المحكمة من اختصاصاتها، تفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء. نعم. وينظم ذلك بقانون، أين القانون؟ كم دورة انتخابية أعضاء مجلس البرلمان؟ ليش طيب. ما نظموا قانون حتى الاتهامات تتوجه من طيب. خلال وتفصل واضح من خلال جدا كلام حضرتك القانوني وبالأرقام وبالفقرات القانونية. في سؤال آخر وأخير لحضرتك سيد صادق، هل اليوم من صلاحية مجلس النواب إصدار قرار بتغيير سعر صرف الدولار؟ هذه ما عندهمش صلاحية، بس هم يستضيفون أصحاب الشأن ويناقشوهم ويصير. بس موضوع طيب. أنا أثير موضوع، يعني موضوع منع سفر للوزير حقيقة انطرح، والناس يجوز تستوضح عن هذا الأمر. حقيقة من حق الادعاء العام ومجلس النواب يطلب من الادعاء العام يحركون شكوى جزائية إذا أكو كانت هناك جرائم مرتكبة في موضوع عملهم، فمن حق القضاء، هذا اختصاص القضاء، أن يفتح قضية جزائية وأن يمنع سفر.
طيب شكرا لحضرتك عن كل هذه المعلومات والتوضيحات القانونية، الخبير القانوني السيد صادق اللامي. ممنون. شكرا. أكد نائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أن الحكومة الشاملة ستكون الحل الأمثل لخروج العراق من الأزمة السياسية. وقال البلداوي أن الإطار لم يطرح أي شخصية لتولي المناصب المقبلة ولا يسعى إلى ذلك، وما يهمه هو إعادة الأمور إلى نصابها القانوني وتشكيل حكومة توافقية، مبينا أن تحالفه لا يطرح سوى قضية السيادة وإبعاد العراق عن المحاور وسحب جميع القوات الأمريكية منه دون استثناء. هذا وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد عن لقاء مرتقب سيجمع بعد يومين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر. وقال وفاء أن الاتصال الهاتفي الذي جمع مؤخرا بين الصدر وبرزاني جاء كرسالة اطمئنان على أن التحالف الثلاثي متماسك وكونكريتي، مبينا أن اللقاء سيبحث كيفية الحصول على 220 نائبا من أجل تقديم كتاب رسمي إلى رئاسة البرلمان لتحديد جلسة اختيار رئيس الجمهورية وسط وجود الثلث المعطل. دعا النائب عن دولة القانون جواد البولاني بعض القوى السياسية التي لم يسمها إلى مغادرة سياسة الهدم. البولاني في بيان حذر من اللعب على عامل الوقت والتعويل على نظرية عض الأصابع، مؤكدا أن التعصب والتزمت ليس من أبواب الشجاعة، وعلى الجميع أن يقدم بعض التنازلات لإنهاء الأزمة الحالية واحتواء تأثيراتها غير المحمودة. في السياق، اتهم القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر رئيس الحزب الديمقراطي مسعود برزاني بالسعي لإضعاف رئاسة الجمهورية مقابل تقوية رئاسة إقليم كردستان. وقال جعفر أن هدف مسعود برزاني من ترشيح ريبير أحمد لرئاسة الجمهورية هو إضعاف دور رئاسة الجمهورية، مبينا أن ريبير أحمد يعد من الخط الرابع في الحزب وهو أحد أبرز المسؤولين عن تنظيم استفتاء إقليم كردستان، مؤكدا أن الحل الوحيد هو إهمال مرشح الديمقراطي وفتح أبواب الحوار لاختيار مرشح أكثر وطنية قادرا على رئاسة الجمهورية والعراق. استبعدت قوى الإطار التنسيقي تمرير أي مرشح لمنصب الجمهورية دون توافق سياسي. القيادي في الإطار تركي العتبي قال أن التفاهمات بين تحالفه وبقية القوى السياسية تجري بوتيرة جيدة، وأضاف أن هناك توافقات مبدئية على ملامح الحكومة المقبلة، متوقعا تشكيل الحكومة المقبلة في شهر نيسان المقبل، مؤكدا أنها ستكون جزءا أساسيا فيها. هذا وأكد نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان ذهاب الحزب إلى مجلس النواب بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية نتيجة عدم الاتفاق مع الاتحاد الوطني. وقال شريف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية للوصول إلى نقاط مشتركة من شأنها أن تذيب الخلافات، مبينا أن الحزب الديمقراطي مؤهل لتسنم منصب رئيس الجمهورية الذي هو استحقاق للمكون الكردي، مؤكدا أنه لا اتفاق حتى الآن مع الاتحاد الوطني، وسيذهب الديمقراطي بمرشحين اثنين إلى جلسة مجلس النواب. من جانبه، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر أن الكرد بحاجة إلى ثلاثة عوامل للاتفاق فيما بينهم. وقال جوهر أن الحزبين الكرديين بحاجة إلى الصراحة في الحوار
وإعادة تنظيم العلاقة في إدارة الإقليم بينهما والتعامل مع بغداد بصيغة جديدة، مشددا على ضرورة إعداد اتفاقية استراتيجية جديدة مبنية على ثلاث ركائز هي التوافق والشراكة والتوازن، داعيا الحزبين إلى إعادة النظر بالعلاقة بينهما لتفادي الخلافات المرحلة الحالية. الجمود السياسي ما زال يتسيد المشهد الحالي في العراق، لا اجتماعات ولا توافقات حتى اللحظة تنذر بنتائج تدفع نحو التفاؤل في تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يحذر نواب من أن الإصرار والتعنت هو جزء من سياسة الهدم والتي ستؤثر كثيرا على مجريات تشكيل الحكومة العراقية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. من غير إحراز أي تقدم، وضع سياسي بات أشبه بما هو اعتيادي في حياة العراقيين، لا انفعال ولا ترقب ولا حتى حماس يدفعهم للتفاؤل بما هو آت. فالناس هنا ألف المشهد السياسي الحالي الذي أصبح في نظرهم يزداد قتامة وكآبة، كئيب لأن القوى السياسية لم تحقق أي منجز يقربها من بعضها البعض، فهي تراوح في مكانها والانسداد السياسي على حاله. ثمة من يتزمت برأيه والآخر يصر على تمرير ما يريد، ليتعطل كل شيء في بلد هو بالأصل يعاني من تعطيل لأغلب مفاصل الحياة. ليس بعيدا عن ذلك المنحى، فالإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لم يتفقا على أي شيء حتى الآن، وإنما ينذر بتقارب منشود بين الطرفين لم يحصل رغم جملة اللقاءات والمشاورات التي جمعتهما خلال الفترة الماضية واللاحقة. فخطورة ذلك الوضع تبرز وتنعكس على التشتت والفرقة والانكسار، وهو ما يحذر منه نواب في البرلمان الجديد. فيقول النائب جواد البولاني إن التعويل على نظرية عض الأصابع هو جزء من سياسة الهدم، وإن التنازل لبعضنا ليس معيبا هكذا يرى. المشهد السياسي الحالي ليس بذاك الذي يحبذه المواطن العراقي ويسعى أن يفهم ما الذي يدور، لكن من غير جدوى، وإن سعى فإنه يدخل في دوامة قد تصيبه بدوار لا طائل منه. تلك هي السياسة التي تمارس في العراق. لا مشكلة إذا تأخر تشكيل الحكومة عدة أشهر إضافية، فمخاوف أخرى تبرز في تشكيل الثلث المعطل الذي يتكون من 140 نائبا، وإن اتخذ هذا الثلث قرارا ما فإن ذلك سينعكس على التأخر في استكمال تشكيل الحكومة. لذلك التأكيد كل التأكيد على أن النجاة في التوافق للوصول إلى بر الأمان. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي عبر سكايب عضو تيار الحكمة السيد عمر السامرائي. أهلا بك سيد عمر في نشرة أخبار الرابعة. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. أهلا بحضرتك سيد عمر. هناك حديث عن تقارب محتمل ربما ما بين التيار والإطار، ما احتماليات أن يتحقق هذا الأمر؟ نعم، لا شك أن هناك يعني تشكيل الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي لا بد منه، والأخوة في الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية يريدون أن يعني يخرجوا بمحصلة اللي هي الكتلة الأكبر. إذا لم يتفقوا فيما بينهم سوف تتوقف كل الأمور، ولكن يجب أن يتنازلوا فيما بينهم ويجلسوا على طاولة واحدة للحوار والخروج ب يعني محصلة تشكيل الكتلة الأكبر، وبعدها يعني حتى رئاسة الجمهورية الآن متوقفة على الكتلة الأكبر، بالتالي البلد كله متوقف على الكتلة الأكبر ألا وهي داخل البيت الشيعي. اليوم على الأخوة أن يعوا حجم المؤامرة على البيت الشيعي، يجب أن ينسجموا فيما بينهم للمضي بتشكيل الحكومة بعد تشكيل الكتلة الأكبر. هذا جانب. الجانب الآخر اللي هي هناك مباحثات يعني على قدم وساق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم، ويجب أن يمضي هذا الاتفاق بمسألة تكوين الكتلة الأكبر. ولكن هناك اليوم نرى يعني عدم جدية في هذه الأيام والأيام السابقة، لكن باعتقادي في المستقبل سوف يكون في الأيام القليلة القادمة سوف يكون هناك تفاهم
للمضي بتشكيل الكتلة الأكبر. طيب سيد عمر، في تيار الحكمة ما هو الموقف حاليا داخل الإطار، ولا سيما أن هنالك حديث عن احتمالية توجه الحكمة نحو الكتلة الصدرية؟ عزيزتي، لا شك أنه نحن أعلننا منذ البداية أنه نحن لا نشترك بهذه الحكومة ونقف بمسافة يعني واحدة. هذا الإعلان كان قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات، بعد الحصول على مقعدين فقط في الانتخابات؟ يعني اليوم تصحيحا لكلامك أنه تيار الحكمة حصل على 4 مقاعد تحالف قوى الدولة، بالتالي نحن أعلننا يعني مع النصر مجتمع مع النصر أصبح 4، تيار الحكمة فقط مقعدين. نعم تحالف قوى الدولة أنه لا شك أنه الكل يعلم أنه نحن أعلننا أنه أننا لا نشترك بهذه الحكومة ولا نعارض هذه الحكومة، نحن سوف نقف بالحياد، ووقفنا بالحياد وأخذنا على عاتقنا، سماحة السيد الحكيم أخذ على عاتقه تقريب وجهات النظر، وهناك وساطات على قدم وساق بمسألة يعني الأخوة في الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، يجتمع مع هذا وذاك لتقريب وجهات النظر. لابد أن يكون هناك شخص اللي هو بشخص سيد الحكيم أن يقرب وجهات النظر، وهذا أعطانا دافع وقوة أن نقف بالحياد من الأخوة داخل البيت الشيعي. اليوم نحن نرى أنه هذه الحكومة المقبلة يجب أن تكون أو نعول أن تكون حكومة خدمية قادرة على انتشال البلد من ما هو عليه. اليوم العراق يحتاج إلى الكثير، يحتاج إلى فتح ملفات كثيرة وأهمها خدمية مثل الصناعة. طيب حتى نبقى في نفس الموضوع، نعم سيد عمر، واضح جدا كلام حضرتك فيما يتعلق برئاسة الجمهورية، هل من الممكن أن يتقمص الثلث المعطل دور المعرقل اليوم لتمرير أي مرشح لا يتواءم مع نظرة القوى السياسية المكونة له؟ عزيزتي، اليوم ذكرت لك قبل قليل أنه اليوم يحتاج رئيس الجمهورية حسب قرار المحكمة الاتحادية يحتاج إلى ما يقارب 220 صوت. إذن حتى إذا اجتمع البرزاني والبيت السني والكتلة الصدرية لا يكونون هذا العدد، فإذن نعود إلى المربع الأول اللي هو تشكيل الكتلة الأكبر. يجب أن تتشكل الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي، يجب أن يرى البيت الشيعي حجم المؤامرات، ويريدون أن يفتتوا البيت الشيعي، لكن هناك يعني داخل الإطار التنسيقي وحتى الكتلة الصدرية لا تريد أن يتفتت البيت الشيعي، بالدليل أنه اليوم هناك سماحة السيد مقتدى الصدر اجتماعات مستمرة مع الإطار التنسيقي، ولكن هناك لديه موقف من حتى نكون واضحين لديه موقف من السيد المالكي، لا يريد السيد المالكي في هذا التحالف، لكن الإطار التنسيقي متمسك بالمالكي. طيب. لأنه اليوم السيد المالكي يمتلك ما يقارب أكثر من نصف مقاعد الإطار التنسيقي بمقاعد 34 مقعد وحتى. شكرا لحضرتك، واضح. شكرا، كنت معي برسكايب عضو تيار الحكمة السيد عمر السامرائي. حذرت مفوضية حقوق الإنسان من تفاقم أوضاع النازحين في قضاء المقدادية، مطالبة بالإسراع بصرف منح أخرى لهم. مدير مكتب المفوضية في ديالى صلاح مهدي قال أن نازحي قضاء المقدادية ما زالوا يعيشون أوضاعا صعبة وسيئة للغاية دون أي تغيير في أحوالهم، مبينا أن العوائل ما زالت تعاني عدم توفر مصدر رزق ثابت بالإضافة إلى فقدان السكن، وأن أغلبهم يعيشون بسكن مشترك مع أقربائهم.
في السياق ذاته عدت حركة امتداد استهداف النائبة بالحركة نيسان الزاير عن عملا إرهابيا وكسر لإرادة الوطنيين. وقالت الحركة في بيان أن هذا الاعتداء ما هو إلا دافع للمضي بجدية أكبر لمحاسبة الفاسدين، داعيا الأجهزة الأمنية إلى حماية أمن العراقيين واستقرارهم والكشف العاجل عن مرتكبي عملية الاستهداف. إلى صلاح الدين، إذ عثرت قوة أمنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي على مضافتين لعصابات داعش الإرهابية. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أن القوة عثرت على مضافتين لداعش بعملية أمنية بناء على معلومات استخبارية جنوب قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، مضيفا أن القوة عثرت داخل المضافتين على مواد غذائية ولوجستية، فيما لفتت إلى تدمير المضافتين بالكامل بحسب البيان. الأخبار مستمرة من الرابعة. سيرت وزارة التجارة لجان رقابية لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية وتحديدا مادة الطحين. وقالت مديرية دائرة رقابة بالوزارة في بيان مقتضب أن الدائرة استطاعت من خلال فرقها الجوالة ضبط أكثر من 3000 كيس طحين تم بيعها في الأسواق السوداء عن طريق الوكلاء المعتمدين في توزيع مفردات البطاقة التموينية. وذكرت أن الوزارة تمكنت من ضبط أيضا مخالفات عديدة لدى بعض المطاحين الأهلية. بعد خطوة رفع أسعار الدولار من قبل الحكومة وبغياب التخطيط الاستراتيجي وسيطرة بعض المتنفذين في الأسواق، تثار حفيظة الشارع العراقي، خصوصا بعد ارتفاع أسعار مادة الطحين في الأسواق وبقية المواد الغذائية، لتنذر بمشهد اقتصادي مربك في البلاد. حيدر نصيف والتفاصيل. كل شيء في السوق ارتفع وأثار غضب الشارع العراقي. الطحين في البلاد قفزت أسعاره لأكثر من الضعف. وزارة التجارة من جانبها حملت التجار مسؤولية ذلك الارتفاع، والهدف تأليب الرأي العام وخلق أزمة لتشهد الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار الطحين كبقية السلع والبضائع والمواد الغذائية. والله أسعار الطحين صاعدة، يعني بصورة عامة عوائل تستخدم الطحين الأسمر، يعني سعره صاعد أكثر من الطحين الصفر. وصل الجونية بأربعين ألف، 38 ألف طحين الأسمر، يعني سوا هو الطحين الصفر. كان أكو فرق، بس حاليا يعني ماكو فرق بين الطحين الأسمر مال الحصة أو الطحين الصفر. إيش توفر وزارة التجارة؟ الأسعار مرتفعة، يعني سقوني الطحين بأربعين ألف بسبب الورق. الورق مصعدين، لو ينزل الورق تنزل المواد كلها، ومو بس الطحين، الزيت، التمن، كله صاعد. السوق نار. التلاعب في السوق وغياب الخطط الاستراتيجية وضعف البنية الزراعية جعل المخاطر تحدق حتى برغيف الخبز، وسط سجالات وصراعات سياسية جعلت قوت الشعب يترنح بين صعود ونزول على وقعه تذبذب السوق وأسعاره التي ما زالت تشهد الارتفاع. كفت ملاحظة صغيرة، يعني كفت شغلة صغيرة، يعني يا ريت وزارة التجارة تنتبه انكو دا يصير تلاعب داخل المطاحن. تلاعب شلون يصير؟ يعني مثلا يطلع حنطة شكل والمطحنة تطلع بغير مكان وتجيب غير طحين الطحنة. ليش اكو مطاحن تطلع طحين درجة أولى للمواطن؟ يعني طحين خباز درجة أولى، الناس ما تشكي من عنده. طحين يعني عليه الاعتماد، واكو مطاحن تطلع طحين علف ما يصير، علف ما يتقبل. ليش هاي المطحنة تطلع زين وهاي المطحنة مو زينة؟ إذا اكو تواطؤ بوزارة التجارة على هاي المطحنة وكاتم، يعني مطحنة ومطحنة. يعني ملاحظة لازم وزارة التجارة تنتبه للمطاحن. أزمة الطحين ليست مفاجئة بل هي متوقعة، لكن بدأت مبكرة، فجميع المؤشرات السابقة أكدت أن العراق سيشهد أزمة طحين لاضطراره إلى تخفيض المساحات الزراعية، فإنتاج الحنطة لا يلبي نصف الحاجة المطلوبة والبالغة 4 ملايين طن ونصف، وهنا سيضطر العراق للاستيراد. فنعود مرة أخرى لمشكلة الأسعار بسبب رفع قيمة الدولار. من بغداد، حيدر الصيف، قناة الرابعة.
الأخبار مستمرة من الرابعة. أهلا بكم من جديد. افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية الذي دمرته عصابات داعش الإرهابية. زيدان خلال افتتاح المبنى قال أن القضاء استمر بأداء مهامه من موقع خارج المحافظة حين كانت ترزح تحت نفوذ المجاميع الإرهابية، مؤكدا أن هذا الأمر أعطى رسالة واضحة أن حكم القانون يبقى نافذا حتى في أحلك الظروف، مضيفا أن هذا القضاء يجدد العهد بالحرص على تطبيق القانون بحياد تام مهما كانت الظروف والتحديات. بعد تعرضها للتخريب والدمار من قبل إرهابي داعش، تحتفل جامعة الموصل بافتتاح مكتبتها المركزية بحلتها الجديدة والتي تضم كمرحلة أولى أكثر من 32 ألف كتاب متنوع لتعزيز المستوى الثقافي في المحافظة. محمد الشبكي والتفاصيل. تحتفل جامعة الموصل بافتتاح المكتبة المركزية بحلتها الجديدة، وتستعد المكتبة في الجامعة التي هي إحدى كبريات الجامعات العراقية لاستقبال القراء مجدداً ورفضهم بمختلف الكتب بعدما تعرضت للحرق والتدمير خلال معارك طرد داعش الإرهابي من المدينة قبل سنوات. بمناسبة افتتاح المكتبة المركزية التي نهضت من الركام من جديد وبجهود حثيثة وواسعة من رئاسة جامعة الموصل. طبعا مدينة الموصل غنية عن التعريف، ولا نريد أن نسهب في تاريخ هذه المدينة، لكنها كلما تتعرض إلى دمار وإلى كبوة تنهض من جديد ويصبح لديها الإصرار والتحدي في سبيل أن تقدم أكثر وأكثر. وأعيد ترميم المكتبة الممتدة على 4 طوابق مع واجهات زجاجية داكنة أنيقة لتضم في مرحلة أولى 32 ألف كتاب، إضافة إلى مؤلفات أخرى يمكن الوصول إليها إلكترونياً، ويتوقع أن تضم في نهاية المطاف نحو 1 مليون كتاب، وتقدر مساحة مكتبة الموصل بقرابة 2500 متر مربع. المكتبة المركزية في جامعة الموصل تعود مرة أخرى بسواعد العراقيين، بسواعد أصدقائنا الدوليين، تعود مرة أخرى لتكون منبراً للثقافة، منبراً للعلوم، منبراً للمعرفة. كرنفال عظيم يرفد المكتبة المركزية لجامعة الموصل بالعديد من المصادر والبحوث. عودة المكتبة الثرية في جامعة الموصل من رماد الحرق انتصار على عصر سحيق ومظلم أراد تعميم الجهل ونشر الجهل. اليوم وبعد نحو 5 سنوات على انتهاء داعش، تعود المكتبة المركزية لاستقبال مريدي العلم والمعرفة بعد الانتهاء من إعادة ترميمها بشكل كامل خلال فترة استغرقت نحو عام. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. بعد الإبلاغ من قبل أحد الشباب عن حالة إنسانية لرجل مسن يسكن أزقة الشوارع بعد تركه من قبل عائلته، توجه فريق من الشرطة المجتمعية للحالة لمعالجتها. الزميل مصطفى علوش رافق الفريق الحكومي لينقل تفاصيل الإجراءات الإنسانية. عبر مكالمة هاتفية للشرطة المجتمعية يبلغ فيها الشاب سلوان عن حالة إنسانية لرجل مسن قطيع الأطراف لم يبقي له هجر أهله منذ سنوات سوى الشارع ملاذا يؤويه. بلاغ قابلته الجهة المناشدة باستجابة سريعة من قبل مفارزها لمعالجة هذه الحالة. رجل كبير بالسن، أهله مدى يستقبلوه بالبيت، عايفينه بالشارع، هو متجول، صار له 2.5 سنين متجول بين المناطق، هاي واحدة. اثنين، فاحنا يعني صار اتصال مباشرة بالوزارة الداخلية الشرطة المجتمعية، فالأخوة قبل بادروا بالموضوع واستجابوا للمناشدة السريعة. تم تشكيل فريق عمل وعلى وجه السرعة الانتقال للحالة الإنسانية بعد ما كان أحد أصدقاء الشرطة المجتمعية
اتصل وأعطانا وأدلانا بالمعلومات الكاملة عن هذا الشخص. انتقلنا إلى هذا الشخص وأيضا لاحظنا أنه بالفعل رجل كبير بالسن معاق يحتاج إلى إيواء. أشكرك سيد طلع، بناء على النداء السابق تم الصحابة الحالة الإنسانية. رافقنا فريق الشرطة المجتمعية المكلفة بمعالجة مثل كذا حالات لمعرفة آليات التعامل معها، فكانت الوجهة نحو دار الرشاد لإيواء المسنين بعد التنسيق مع إدارته لاستقبال هذه الحالة، والتي ترجمت حين وصولها أقصى قصص الحرمان. أستاذ علي أبو دار المسنين، يا هلا ومرحبا. والله بالتاكل خذ انت شوف قيم منك، أنت أشوفك تمام، أنا جيتك تدلل رحم الله والديك، خذ انت. لتتخذ بعدها إجراءات استقباله مع أقرانه في هذه الدار. هذه المناشدة اللي حصلت من قبل الشرطة المجتمعية قاطع المعامل راح نستقبلها إن شاء الله، وفرنا لها مكان. الإجراءات هي راح تكون توفر شروط القبول في المادة رابعا من نظام النظام دور رعاية المسنين رقم 4، بعدها إن شاء الله نرسل كتاب لإدارة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للموافقة على قبوله في الدار. حياة جديدة ينتقل إليها المسن أبو أحمد بعد سنوات من التشرد أدخلت البهجة في نفسه، كمن حظي بوطن غرب عنه لعقود من الزمن. أنا سعيد عمي، سعيد ومرتاح وأحلى السعادة. الظروف الاقتصادية والاجتماعية تضاف إليها جملة من العوامل الأخرى هي أبرز أسباب تفاقم مثل كذا حالات، ما يجعل صعوبة في إمكانية حصرها رغم المساعي الحكومية والفردية. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. وزير المالية يرفع سقف التحدي مع الكتلة الصدرية ويطالب بجلسة خاصة للتصويت على تجديد الثقة، والزاملي يقدم طلبا رسميا لمنعه من السفر. الديمقراطية الكردستاني يعلن دخوله جلسة اختيار الرئيس بمرشحين اثنين، والإطار التنسيقي يستبعد تمرير أي منهما. بعد تهجيرهم بظروف غامضة، حقوق الإنسان تدعو لإنهاء معاناة نازحي المقدادية وتؤكد يمرون بظروف عصيبة. تابعتم في النشرة أيضا، بعد أن تحولت لركام أبان سيطرة العصابات الإرهابية، جامعة الموصل تعيد افتتاح مكتبتها، والقاضي زيدان يفتتح مبنى محكمة استئناف نينوى الاتحادية. إذن مشاهدينا، للمزيد من الأخبار وأيضا لإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا الإخبارية يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، سناب شات وأيضا تيك توك. شكرا لكم لكرم المتابعة وإلى اللقاء.